alright نرجع نكمل من الجديد. الآن وصلنا لعندي شيء اسمه delay ولوس والثروبوت تاع الباكت. تمام. نيجي الآن how do loss and occur delay. إنه كيف بصير loss وكيف بصير delay. إحنا حكينا إنه كيف بصير loss. loss إنه أنا أول ما أبعت حكينا عندي باكت درس الرسالة hello لصاحبي. حكيت أنا شو بعمل بروح على application layer بوقت هذا المسج صح. بعمل breaks بقسم له into smaller chunks برسل وياه وحكينا هذا هو L وبرسل من خلال transmission rate صار R وسميته delay. الترانسميشن صار عندي L هو اللينك تاع الباكيت على الترانسميشن R وبنقاس بالبيت بير سكند. حكيت بعدين بيجي ايش بوصل للراوتر قبل ما ارسل بصير عندي شيء اسمه ستور اند فورورد انه انا بخزنه بعدين بحدد اتجاه ان وين بده يروح. الان اول ما يطلع بيصل مباشره حكينا نو شو بصير عندي. بصير عندي انه اول شيء راح اشوف لوس اند ديلي. اذا كان عندي ما في عنده مشكله فانا برسلها مباشره سميته ديلي. اذا كان في عندي أزمة ازدحام congestions بيعمل waiting لحتى صلاة سميت كيو. متى بصير لوس؟ إذا كان في عندي إنه حكينا البافر هو عندي اللي هو ملان صار في الأب ما بقدر يسع فأنا بعمل لوس. فحتى إنه الباكيت كيو والراوترز بافرز إنه الباكيت بتعتمد قديش عنده البافرز اللي عندي المساحة بتاعتي. رجع هون عاد السؤال حكينا إنه الباكيت arrival rate بتوصل لحتى يصير عندي exist out output link capacity. إذا حكى لي السؤال هذا بالعكس هو بصير عندي لوس وديلي. الكيو شو حكينا بعمل ويت فنرجع ارسلها مره ثانيه. حكينا لاحظوا هون هذا الجهاز اي او بي رسل هاي هي الداتا. حكى اول ما تطلع انه الباكيت بينج ترانسميت انه هي ارسلت هاي بي ديلي او دخلت كيو فصار معناها كمان هي حكينا ديلي. باللوس شو حكينا اذا كان البافر عندي ملان بعمل دروب لوقف نو فري بافرز ما في عندي مساحه كافيه ارسلها. الان في عندي اربع مصادر او فور سورسز اوف باكيت ديلي وجابوا هذا بالامتحان. ايش هن اللي هن عندي الديلي تاع البروسيسنج والكيو يو والترانسميشن والبروبيجيشنز. يعني انا اول ما ارسل في عندي شيء اسمه عندي نودل بروسيسنج. شو يعني نودل بروسيسنج؟ هو بيعمل تشيكس بشوف عندي ايرورز ولا لا قبل ما يطلع على يو كيو وقبل ما يرسل بشوف عندي ايرورز وبعدين بيحدد وين بيطلع على اي اوتبوت لينك على اي اوتبوت لينك بده يطلع. الكيو شو حكينا هو نفسه بيعمل ويتنج لحتى يعمل ترانسميشن وبيشوف الكونجيشن في عندي ازمه او ازدحام او لا. الترانسميشن ديلي نفس اللي حكينا انه عندي ال على ار بس ارسل الباكيت بعملها انستولرز. ايش معنى بروبيجيشن ديلي؟ انه قديش الديلي حتى انتشر. وهذا اجا ايش قانونه ديلي بروبيجيشنز؟ باخذ الدي على اس. الدي هو عباره عن لينك تاع الفيزيكال والاس عباره عن السبيد. فاذا حكى لي شو قانون دي ترانسميشنز بس يجيب بيجيب لي سؤال اسئله حل بس بحكي له ال على ار. يعني هو راح يجيب عادي سؤال حل كامل فيه من المعطيات معطيني اللينك ومعطيني الريت ومعطيني اللينك تاع الفيزيكالز او الديستانس ومعطيني السبيد تاعها وبحكي لك اخر شيء بسؤال وجد لي الديلي تاع البروبيجيشن. ما اللي معطيات السؤال باخذ انا الدي على اس وبعوض تعويض مباشر فقط لا غير. بحكي لي هون انه الديلي تاع الترانسميشنز هو ديفرنت فيري ديفرنت على ايش البروبيجيشنز. اكيد انا بحكي بس ارسل باخذ اللينك باكيت على الترانسميشن ريت على المعدل تاع السرعه تاعها. البروبيجيشن لا انا باخذ الديستانس على السبيد تاع الديستانس. هذا بيجي تقريبا لانه نماذج الامتحان بيجي اربع فورمز بس راح يجي تقريبا نفس فكرته بيجي بس بغير اشياء بسيطه. هون شو بحكي لي كارافان انالوج؟ بحكي لي انه افترض في عندي 10 كار كارافان عندي 10 سيارات متنقله بيمشن فلقى له حاجز يسماه تول بوث. وهون في عندي تول بوث. تول بوث انه زي انه حاجز بمر انه نفترض يدخل لهذا باركينج لازم يمر على تول بوث تاع مصاب عشان ياخذ ورقه ونقطه تفتيش اني واي من هذا التول بوث. بحكي لي انه 10 سيارات بيدخلن على التول بوث بين التول بوث الاول والثاني 100 كيلومتر وهذا 100 كيلومتر. بحكي لك السياره ماشيه بسرعه كم؟ 100 كيلومتر لكل ساعه ولاحظ معي بروبيجيت صح؟ طيب وحكى لي انه التول بوث تيكس راح ياخذ 12 سكند راح ياخذ 12 ثانية لكل سيارة بتدخل. عندي 10 سيارات راح تاخذ 12 سيارة. بحكي لي السؤال ايش هون؟ هاو لونج كم طول انت الكرفان؟ كم طول السيارات انه حتى تصل للكرفان قبل ما تصل للثاني؟ نيجي شو حكى لي هون؟ مش حكى لي بروبيجيت تمام؟ شو حكى القانون البروبيجيت؟ دي على اس. طيب شو حكينا هون؟ حكينا الدي هي الديستانس قديش المسافة اللي بالكيلو. بحكي انه الديلي تاع البروبيجيشن 100 كيلومتر على كل ساعة صح؟ ايش بحكي له؟ بحكي له سوري دي على ات دي على اس. الدي المسافة كانت كم 100 كيلومتر فبحكي 100 كيلومتر صح؟ 100 كيلومتر تقسيم 100 كيلومتر على كل ساعة لكل ساعة فقديش بطلع معي؟
فبتطلع معي 1 اور هي 60 مينت صح؟ يعني حكينا احنا باخذ دي على اس سبيد السرعه، اللي السرعه كيف عرفت السرعه؟ بالساعه، اذا بتمشي 100 كيلومتر كل ساعه، فحكيت 100 كيلومتر على 100 كيلومتر كل ساعه فطلع 60 مينت. الان بحكي لي انا عندي 10 سيارات، اذا بحكي لك انه التولبوت راح ياخذ 12 سكند لكل سياره، فاذا ايش اكزاكتلي اللي بحكي؟ راح احكي 10 كار 10 سيارات راح اطلبها ب 12 سكند، راح يطلع 120 سكند. الان بدي احوله لمينتس لمينتس، فبحكي 120 على 60 فبتطلع كم؟ 2 مينت. ف 2 مينت زائد 60 مينت فبتطلع 62 مينت. يعني فكرتها داخل 10 سيارات تولبوت، التولبوت قديش كان يحكي له؟ 12 سكند. تمام، فبحكي 10 ب 12 فطلع 120 سكند، حولوا لي اياها بالمينتس اذا بدي اياها بالمينتس، فبحكي 120 على 60 لانها الدقيقه، فبتصير عندي 2 مينت. والبروبيجيشن 100 كيلو على 100 كيلو ففيها 1، واور هي طلعت 60 بطلع 62. نفترض غير السؤال حكى لك انا عندي 10 سيارات ب 4 سكند، ما عندي 10، 10 في 4 سكند فطلعت 40، 40 قسم على 60 واجمعهم وحطك العدد الثاني. جايب لي مثال ثاني نفسه، بس شو بحكي له هنا؟ سبوز افترض انه البريبيجيت نفسه صار، عفوا صار عندي 1000 كيلو متر لكل ساعه، فشو بصير عندي؟ بصير عندي 100 كيلو على 1000 كيلو متر لكل ساعه، فقديش بيطلع معي؟ بيطلع معي 60 مينتس. اند سبوز افترض انه تول بوث ناو تيكس راح ياخذ 1 مينت تو سيرفيس كارز، يعني عندي 10 سيارات وتول مينت لكل سيرفيس راح ياخذ 1 مينت، يعني 10 في 1 اللي هي 10 مينتس. هون شو كان عندي؟ 10 سيارات التول بوت راح ياخذ 12 سكند، فكان 160. هون لا، 10 سيارات راح ياخذ تول بوت بيحكي لي 1 مينت، جاست 1 مينت، فانا احكي 10 في 1 راح يطلع 10 مينت. طيب بيحكي لي ويل كارز ارايف، هل السيارات راح تصل تو سكند بوت بيفور قبل ما يصل اول كار سيرفيس ات فيرست بوت؟ نيجي حكى لي بروبيجيشن ايش؟ 100 كيلومتر على 1000 كيلومتر كل اور، طلع عندي كم؟ طلع عندي 60 مينت. لان ناخذ سياره واحده، يعني اقل شيء بيقول لك هون بيفور اول كارز سيرفيس at first both، انه قبل ما يصل كل ال first both ناخذ سياره واحده صح؟ حكي لي كان معي 6 صح؟ الا لو بدي احسب التوتال زي السؤال اللي قبلي 6 و10 فبيطلع 16 من سنه، طلع 62 هون بيطلع كم؟ 16. طيب اذا انا بدي اخذ بس باخذ سياره واحده شو بحكي؟ 6 السياره الواحده في 1 مينت، فصار ال 1 مينت. لو كان بهذاك السؤال انه السياره في 12 تطلع 12 سنه، هون بحكي لي 1 بحكي لي 1 مينت تو سيرفيس كار خدمه السياره، فبحكي 1 في 1 اللي هي 1 مينت صح؟ وعندي 6 فاخذ 7 مينت لحتى يصل السيارات، وقديش بيضل 10 سيارات؟ عندي 3 اخذ 3 مينت تطلع. هذا المثال هيك انحل. نيجي على كيو يو، هون اجى من احدى الاسئله السنوات. اول شيء ار هي اختصار حكينا للينك، لينك باند ويث صح؟ بنقاس بالبيت بير سكند، والال تاع اللينك تاع الباكيت بنقاس بالبيت، والاي هو الافرج. هون هيك بيجيب لك السؤال، بحكي لي نفترض صح حكى لي ال اي على ار، انه اللينث الباكيت مضروب بالافرج مقسم على ار اللي هو الريت، اذا كان تقريبا هاي الاشاره معناها تقريبا زيرو، فهذا راح يكون ايش؟ سمول، تقريبا زيرو راح يكون سمول، اذا كان تقريبا واحد، تقريبا واحد راح يكون عندي ايش؟ لارج، اذا كان اكبر من واحد شو راح يدخل بحاله انفيناي. يعني اذا جاب لي السؤال اذا كان عندي اللينك تاع الباكيت على الريت كان يساوي زيرو شو بحكي له؟ سمول، تقريبا زيرو، اذا حكى لي زيرو سمول، اذا حكى لي واحد راح يكون شو عندي؟ لارج، صح؟ تقريبا واحد، يعني تقريبا واحد انه انا احكي 0.1، هون احكي ماينس ايش تقريبا زيرو، هنا تقريبا واحد 0.9 هي تقريبا واحد، بس اكزاكتلي اذا بحكي انا زيرو يعني سمول، اذا بحكي واحد لارج. طب اكبر من واحد 5 انا دخلت بين حاله انفيناي. طيب نيجي على شيء ثاني اسمه تريس راوت. ايش معنى تريس راوت؟ تريس راوت يعني انه انا اتبع الطريق، يعني المقصود بذلك انه انا نفترض دخلت جوجل لحتى طلع لي جوجل قديش مر وقت، وين ضاع الباكيت، وين راحت، قديش مر، شو وانا طالب، مين اعترض لي، مين طلب جوجل معي على نفس الراوتر وانا ماشي، ها بسميه تريس راوت او تتبع الطريق، انه هو عباره عن ديلي ميجرمنت بيقيس الوقت تاعك فروم سورس تو ديستنيشن اللي انت طلبته الموقع. لاحظوا هون الاكزامبلز حكى لك سينس انه ارسل 3 باكيتس ذات ويل ريتش راوتر اي، انه ارسل 3 باكيتات، ثلاث عزم دي صار الى اي اون باث للديستنيشن هو كان محدد. الاي شو راح يعمل؟ راح يعمل ريتين يرجع الباكيتس تو سندرز عشان انا اشوف كيف الطريق تاعي، بعدين السندرز راح ياخذ التايمز بتوين ترانسميشن اند ريبلاي. يعني الان راح اطلب جوجل صح؟ انا بس اطلب جوجل نفترض انه كان 3 باكيتس ثلاث عزم، فانا في
الجوجل انا طلبته من الراوتر مشان اشوف الوقت تاع التريس راوتر، الراوتر راح يرجع لي هو، انا بشوف الوقت بين ارسلته وحتى اجى لي الرد الريبلاي، فانا هنا بعرف ايش كم السرعه. فنيجي على السي ام دي نشوف كيف في التريس راوت تريس ريت يبقى هذه التريس راوت بلغه لينكس. فانا نحكي نفترض لجوجل دوت كوم، شوف شو بصير. لان انا بعثت هذا الاي بي ادرس تاع مين؟ تاع جوجل. يعني اذا انا بكتب جوجل او بكتب 172.217.22.64.46 بعطيني جوجل، هم مسميه بالدي ان اس. تمام، حكى لي انه الماكسيمم تاع الهوب 330 هوبس، اكثر شيء ياخذ اي شيء. لاحظ معي هون صار يعطيني الوقت قديش صار. مش انا حكيت برسل 3 باكيت، لاحظوا معي مش حكيت انا بعمل سنس 3 باكيتس للراوتر. تمام، هاي 3 باكيتس انه قديش اعطاني الاوقات، انه لاحظ معي انه ال 192.168.1.1 هو الباكيتس تاع الراوتر تاعي، الاي بي تاع الراوتر تاعي، اخذ هذا الوقت. الستار انه خلص بطل يجمع، انه طلع عن الرينج تاعي نوت ريسبوند. بعدين صار يعطيني اوقات، هون مر بالراوترات انه الطريق لحتى يعطيني ال جوجل. مش كمان انه انا حكيت اللهم صل على سيدنا محمد، هون انه الراوتر رح يرجع مره ثانيه للسندر، هيقع بيرجع لي مشان انا اشوف شو اشوف. قلنا الانترمال تاعه، اشوف الانترمال تاع بين ترانسميشن اند ريبلاي. تمام، هاي نفس اللي شفناه قبل شوي، حطينا هاي تريس رايت حكينا باللغه اللينكس، اما بالويندوز لا تريس ريت والموقع اللي بدي اياه. لاحظ معي هذا الوقت، يكون هذا هو الاي بي صح، هذا الوقت ال 3 ديلاي ميجرمنت فروم، انه من انت من عندي لحتى يروح لجوجل شو صار. الان اذا بيطلع، لاحظ معي كان مو ارقام صغيره صار يطلع اكبر، صار 104 109 دخل بالاوفيشنج، انه تعدى زي المحيط هذا، تعدى منطقه محدوديه. الستار شو معناه؟ نو ريسبونس، ما في عند صار احتمال بطل يجمع. طيب انه بلش يبعد خلص. نرجع نعيد مره ثانيه، متى بصير عندي لوس؟ بصير عندي لوس اذا كان عندي البفر فول اب، فيل اب متمليه خلص صح. فانا بعمل له دروب. الكيو يو بيعتمد على البفر، حكينا بريسيدنج لينك ان بفر هاز فاينايت كاباسيتي، خلص المساحه صارت. الباكيت ارايفنج تو فول كيو يو، اذا كان فول عندي شو بعمل؟ دروب صح. الي لوست، اللوست باكيت في عندي ايش؟ ميبي ترانسميتد صح. انا حكيت لوست خلص انا بعملها دروب، انه بتجاهلها بنساها. لا، بحكي لك احيانا انه انا maybe transmitted maybe، ربما مش دائما maybe، انه انا عملت transmitted ربما انه انا ارجع ارسلها بس باعتماد على previous node حسب مين قبلي، شو source by source and system or not at all، يعني حسب مين، حسب source. انه نفترض ما بدي ارجع، اذا ضل يحكي ارجع عيد لي، ارجع ارسلها برجع ارسلها حسب مين، حسب اللي قبليها النود تعتمد انه يسمح لك ولا لا، او على source and system اللي هو حكينا الكلاينت او السيرفر او الهوست صح or not all. فهذا حكينا اول ما يطلع هذا البفر بيعمل ويتنج بحاجه الكيو يو. اذا كانت مباشره مسموح لي اروح هذا الديلي باكيت بينج ترانسميتد، واذا كان عندي فول لا، هذا هو اللي سميناه باكيت لوس. ايش الثروبوت؟ الثروبوت او المعدل الزمني، يعني قديش المعدل الزمني لحتى اوصل لهذا المكان، وقديش الوقت القياسي للزمن حتى اوصل لهذا الشيء. ايش معنى الثروبوت؟ الثروبوت هو عباره عن ريت، قديش المقدار البيتس حتى انا اعملها ترانسفير، انقلها بين سندر وريسيفر. يعني انا عندي داتا بدي ارسلها بين المرسل والمستقبل، قديش هذا الوقت نسميه الثروبوت. في عندي اثنين، في عندي انستانتينس بنفس الوقت اور افيرج، اذا كان بنفس الوقت هو باخذ بوينت ان تايم، نقطة بالوقت، جزء من الوقت. الافرج لا، باخذ لونجر بيرد اوف تايم. الافرج شو باخذ؟ انه مش الافرج باخذ على اي شيء على عددهن، انه باخذ الافرج تاعهم وبشوف قديش القياس. لا لاحظ معي هذا الثروبوت، انه بدي اقيس قديش المعدل الزمني. هاي الدائرة هاي بسميها بوتل نيك او عنق الزجاجة. هذا السيرفر برمز له ب ار اس اللي هو الريت تاع السيرفر، وهذا الار تاع الكمبيوتر او الكمبيوتر. نيجي نشوف شو الثروبوت بيحكي لي. اذا حكى لي الريت تاع السيرفر اقل من الريت تاع الكمبيوتر، يعني لاحظوا هاي الاسطوانه كيف بيكون لافرج، انه بيكون احسن. يعني هاي نفترض هذا هو الاسطوانه، كل البيانات هي السيرفر مش كلها بتدخل داخل الكمبيوتر اللي هو مسميه ريت كمبيوتر. تمام، يعني ما بصير عنده فيضانات، يعني
يعني انه اهم شيء انه انا اخذ البيانات من السيرفر صح، من داتا سنترز، يعني كل البيانات بتدخل عليها. لكن لاحظ اذا كان الريت سيرفر معلومات اكبر من الكمبيوتر ما راح تدخل، يعني لاحظ معي الان هاي المعلومات راح تدخل صح، بتصير زي كانه انا بحكي جايب ماسوره صغيره ماسوره كبيره، انه المي كلها راح تفيد ما راح تدخل بالماسوره بالاكزاكتلي، فهي ما راح تكون عندي سيء. ايش معنى البوتلنيك؟ او بمعنى ثاني غير هاي عنق زجاجي زي قنينه المي، بوتل البوتل تاعت المي، انه بس افتح الغطاء هذا بسميه بوتلنيك، انه انا بدخل عليها المي. يعني هي عباره عن اند باث، انه بيكون نهايه الممر، نهايه الماسوره، نهايه القنينه، نهايه الجزء اللي بشتغل عليه، او بسميه اند ثروبوت. يعني اذا حكى لي ايش معنى البوتلنيك، يا اند باث اور اللي هي كونسترينت بتاعته باند ثروبوت. يعني نشوف هذا المثال، حكى لي هذا هو الانترنت سيناريو، حكى البير كونكشن عندي عده اتصالات اند ثروبوت. يعني اند ثروبوت يعني في عندي هاي سميتها بوتلنيك، داخل على بوتلنيك هاي الدوائر. حكى لي في عندي ريت على الكمبيوتر، ريت على السيرفر، وحكى لي عندي شو معنى 10، يعني عندي 10 اجهزه متصله، ار على 10 10 اجهزه متصله. ان براكتس شو بحكي لي، انه الريت على الكمبيوتر اور السيرفر از اوفن غالبا بيكون بالبوتن لك. لاحظ معي انه هاي السيرفرات بس تودينا بيكون داخل تقريبا تحت بوتنكس، انا انظمهم تعيد هاي الريت وبقسمها. يعني بحكي لي انه عندي 10 كونكشنز، 10 اتصالات فيرلي، انه كلها راح تاخذ بالتساوي وراح تعمل شير لبوتنك ال الباك بون. انه ليش حكيت ار على 10؟ يعني نفترض الان انا عندي راوتر امنيه سرعه عندي 5 ميجا، سرعه جايه للراوتر 5 ميجا، اذا كان عندي ولا واحد شابك انا لحالي شابك على الراوتر، كم السرعه راح تكون عندي؟ 5 ميجا مثل ما هي جايت لي. طيب اذا كان 2 اللي هي ار ريت السرعه اللي جايت لي على 2 صح، يعني 5 على 2 كل جهاز راح يجي له 2.5. طب بلكي كان 5 اجهزه متصلين والسرعه جايت لي 5، بحكي 5 ميجا بت اور 5 ميجا بت على 5 كل واحد راح يطلع له 1 ميجا، مشان هيك انه بتقسمها مشان تيجي بالتساوي بالبوتين. نيجي على البروتوكول لايرز سيرفيس مودلز، تمام. ايش معنى لايرز؟ لايرز معناها طبقات، او بسميها سيريز اوف ستيبس، سيريز اوف ستيبس انه مرحله طبقات. يعني زي ما حكى لك المطار، انه انت بتاخذ تروح على التيكت رح تدفع بيركس تدفعها، بعدين تشيل الباكج رح يعملها تشيك، بعدين جيتس رح تدخل البوابة تحمل اغراضك تدخل، بعدين رح تعمل تيك اوف تطير الطياره، بعدين راوتك تحدد مساره. يعني المقصود انه في طبقات البروتوكولات لكل واحد شو يعمل. الان نيجي ايش معنى لايرز، انه each layer كل طبقه implement service، each layer انه كل طبقه implement service بتبني خدمه لها لحالها. مش احنا حكينا هون قبل شوي انه انا بس تروح تاخذ تيكت لازم تدفع بيركيز، فهاي الطبقه لها خدمه لحالها. الباكج لازم يعملوا تشيك، ماي شنتيتي لازم يعملوا تشيك يحاسوها، فهي صار لها سيرفيس خاص لها، بدي ادخل على الباب الى ثاني لود وتفتيش الي قبل ما ادخل على الطياره واشياء زي هيك، فصار عندي سيرفيس. هاي انه ايش بحكي لها ايضا، او بتعتمد انترنال لاير اكشنز، الها انترنال لاير اكشنز انه فقط تكون لها طبقات داخليه تشتغل عليها، والها سيرفرز كل واحد لها سيرفيسز باي لاير فيلو. ليش انا بكون عندي لايرنج، يكون عندي طبقات عشان ينظم شغلي، مشان ايضا يعني يكون عندي ديلينج وذ كومبلكس سيستمز، يبقى معقد مع الأنظمة. يعني هي هيك أنا شايفة حفظ، بس إنه أحاول أخص فيها إشي بسيط، إنه الستركتشر تاعي بيكون ايدنتيفيكيشنز، حدد لي إيش بيصير، يشوف الريليشن تاع الكومبلكس سيستمز، يشوف الريفرنسز موديل إيش هذول بيرجعن، يعمل لي موديلايزيشن مينتنس، يكون إنه نفترض صار في عندي خرب إشي بهاي الطبقة أقدر أعمل صيانة وابديتنج أفضل وأسرع. إذا بدي أعمل أنا تشينج أغير لإمبلمنتيشن لاير بقدر بكل سهولة صح. إذا أنا بدي أعمل change in gate procedure doesn't affect rest of systems layering considered harmful، بحكي لك إنه هو سيء بس إنه منيح. يعني إذا هاي الطبقة خربت أنا بقدر أعمل maintenance وما بيأثر على الباقي، بصير إنه خلص أعمل لي هاي أعمل لي تحويل اشتغل هيك. نيجي للآن لل IP protocol. إيش معنى IP stack أو الإنترنت بروتوكول stack؟ بتكون من 5 layers. ايش الخمسه لايرز؟ الان كل شيء انا بشتغل فيه على الانترنت، كل ابلكيشنز على الانترنت، اي شيء انا بشتغل على الانترنت لازم يمر بهاي المراحل الاي بي ستاك او الانترنت بروتوكول. ان يكون عندي ابلكيشن لاير، يكون عندي ترانسبورت لاير، يكون عندي نتورك لاير، يكون عندي داتا لينك لاير، يكون عندي فيزيكال لاير. اذا فهمنا هاي الاشياء فهمنا النتورك كلها وريحنا حالنا لقدام.
ايش المقصود بالابلكيشن لاير؟ انا بس احكي ابلكيشن يعني تطبيق، صح؟ يعني شو يعني تطبيق؟ انا بشوف المسج، بس اتفقنا اذا انا بدرس المسج لصاحب على الفيسبوك انا راح اعمل بريك للمسج، اقسمه وارسل له اياه من خلال ابلكيشن لاير، تمام. اذا انا بحكي ابلكيشن لاير يعني هو لازم سبورت يدعم نتورك ابلكيشنز، اكيد نتورك. ليش نتورك ابلكيشنز؟ ما انا بحكي انترنت، يعني شو لازم يكون؟ النتورك ابلكيشن مثل فيسبوك، مثل اي شيء بيشتغل تطبيقات الانترنت. طيب الابلكيشن لاير ايش تطبيقاته؟ احكي انا عرفنا هو عباره عن نتورك ابلكيشنز، بس له بروتوكولات. شنو البروتوكولات؟ احداها مثل اتش تي تي بي، اس ام تي بي، اف تي بي اللي هو الاتش تي تي بي للويب، الاس ام تي بي للايميل، اف تي بي بستخدمه للفايلات، عندي الدي ان اس، في عندي الدي اتش سي بي، في عندي الاس ام ام بي، واشياء كثيره نتعرف عليها. هذول شو بسميهم؟ ابلكيشن لاير. طيب نيجي على الترانسبورت، مش حكيت انا لازم اعمل ترانسميشن انه ارسل؟ تمام. الترانسبورت لاير انا بستخدم اثنين، برسل على ايش؟ تي سي بي او يو دي بي. هو عباره عن بروسيسز بروسيسز داتا ترانسفيرز، انه انا كيف انه بعالج وبرسلهم، يعني شو برسل؟ انه دائما برسل بستخدم تي سي بي ولا يو دي بي، هاي شيء هاي شيء، يعني كل واحد بستخدم له شيء، يعني في شيء افضل من شيء؟ لا، اكيد هو تي سي بي افضل من يو دي بي، بس انه لا، انه هذا لها شيء وهي لها شيء. تمام، نيجي للنتورك. النتورك نعرف انه هو عباره بيهتم بالراوتر وبيهتم بالاي بي ادريس، انه هو النتورك بيهتم بالراوتنج، يحدد لك سورس للديستنيشن والاي بي. يعني الراوتر تاعي انا اي لاير الراوتر تاعي؟ الراوتر تاعي نتورك. شو بيهتم النتورك لاير؟ حكينا بيهتم بالراوتنج وبيهتم بالاي بي. طيب الداتا لينك والفيزيكال اكزاكتلي تقريبا هي نفس البعض، نفس الاشياء. الان الداتا لينك انا بس احكي ايثرنت، انا بس احكي ايثرنت ويرلس من اي لاير؟ داتا لينك ولا فيزيكال؟ داتا لينك. الايثرنت والويرلس هو عباره عن داتا لينك لايرز، هو عباره عن داتا ترانسفير بتوين نيبورينج نتورك اليمنتس، انه الداتا انا بس ارسلها برسلها بين مين؟ بالاجل الاشياء القريبه علي اذا كانت ويرلس ايثرنت. الفيزيكال شو معنى الفيزيكال اون ذا واير؟ الفيزيكال مقصود فيها ايش؟ يعني حكينا احنا الداتا لينك هي ويرلس وايثرنت، والفيزيكال كمان تقدر تحكيها هو ايثرنت، بس المقصود بالفيزيكال انه خلص، انه الان نفترض انا بعثت رساله لصديقي مرت بالابلكيشن لاير، صح؟ قلنا نفترض انا بستخدم فيسبوك فاخذت اتش تي تي بي، وكنت استخدم ايميل وبعثت له اس ام تي بي، بعدين راح على ترانسبورت، ترانسبورت انا كنت استخدم تي سي بي، بعدين النتورك عرفت الاي بي ادرس، بعدين داتا لينك حدد لي انا شو بستخدم، ويرلس ولا ايثرنت؟ نفترض ويرلس. الفيزيكال انه خلص انه صار يمشي التيار بالكهرباء، انه عشان صار انه صار عندي فيزيكال، مشان انه اروح انا اوصل لك واعمل لك اياه. بالايزو او اس اي اللي هي اوبن سيستم انتر كونكشنز، اللي هو كان في عندي بريزنشن وسيتشن، لان اكزاكتلي هذول البريزنشن وسيتشن هي موجودات بالابلكيشن لاير، مشان هيك شفنا هون وهون ما شفناهم هون. ليش؟ لان ما فيها داعي يكونوا موجودات، يعني لانه ليش سبعه؟ خلص منه هذول الاثنين الطبقتين موجودات بطبقه الابلكيشن. شو بتساوي؟ البريزنتيشن والسيتشن انه بتعمل زي البريزنشن، البرزنتيشن بتعمل داتا انكريبشن، بتشفر بياناتك بس انت وتطلع بترسل نقطه الداتا، هلو هي عليها تشفر البيانات مش ترسل لك اياها وتحدد لك، والسجن انك تشوف لمين تبعت لك بعدين تفك التشفير عشان تاخذها. الاو ابلكيشنز هي بتسمح انه تعمل انتربت، انها تفسر لك مينينج اوف داتا، تشرح لك ايش بصير، تعمل لك انكريبشن، تشفر كومبريشن، تضغط لك اياه يعني. لان السجن بالجلسات تعمل لك سنكرونايزيشن، تزامن لك مع حضور، تعمل تشيكينج لبوينتس، تعمل ريكفري اذا صار عندي مشكله. بحكي لك انه الانترنت استاق قبل شوي البروتوكول missing these layers، انه مش موجودات هون، صح؟ شو بحكي لي؟ these services انه هاي الخدمات if needed اذا انا احتاجتها must be implemented in application، اذا انا بحتاج ان ببنيها انا needed؟ لا مش needed. ليش؟ لانه حكيت هي موجودات الابليكيشن لاير. لاحظ معي شو بصير هنا exactly سبعه مسج. حكينا encapsulation، شو معنى encapsulation؟ انا بغلف، انا بسرسل هلو، تلاحظوا انها بتكون مشفرة مشان الاختراق، مشان ما حد يشوف الداتا، مشان تصغر حجمها، مشان يكمل compression، مشان ما حد يقدر يقرأ لي المساج، فانا بعمل encapsulation، بغلفها بشفر وبرسل لك اياه. لاحظ معي، هذا source، هذا destinations، هذا المسج. نفترض قلنا المسج انا بدي ابعث هلو، شو بصير معي؟ الان انا شابك على الجهاز، تبعت لصاحب هذا الجهاز، قلت انا سورس وديستنيشنز. لاحظ ما شو راح تصير المسج هلا؟ شو حكينا؟ حكينا انا راح اعمل بريكس، اقسم هذا المسج، صح، لسمولر تشانكس، بعدين اعمل ترانسميشن ارسل له اياه. هنا صار العلاقه
بس شو بصير بس اعمل هون؟ حكي لنا راح ابعثها من خلال ابلكيشن لاير، صح؟ شو يعني ابلكيشن لاير؟ يعني انا بستخدم سبورتنج نتورك ابلكيشن، بس بدي اشوف شو البروتوكول اللي بشتغل عليه. انت تكترسل لو سمحت اتش تي تي بي اس ام تي بي اف تي بي، فبحكي له انا لو سمحت بشتغل فيسبوك، بليز ودي لي هاي الرساله. فبحكي له اوكي اذا انت بتشتغل اتش تي تي بي، فبنزل وين؟ على ترانسبورت. الان حكينا الاتش تي تي بي بيستخدم شو؟ تي سي بي. فهنا الترانسبورت شو راح يستخدم؟ TCP. الان النتورك شو قلنا؟ النتورك لازم اكون شابك على راوتر ومعي اي بي ادرس وبعرف الاي بي اللي بدي ارسله اياه الشخص، صح؟ فهنا فالداتا لينك شو حكينا الان على الداتا لينك؟ انت شو شابك لو سمحت؟ ويرلس ولا ايثرنت؟ بحكي نفترض ويرلس وفيزيكال انه بمر التيار مشان يرسل، فبرسل بمشي طلع من جهازي. اذا كنت انا شابك بسويتش هون الراوتر، لاحظ معي السويتش هو مش بيستخدم اثنين تو لايرز، اثنين لايرز. شو التو لايرز؟ بيستخدم الداتا لينك وبيستخدم الفيزيكال لايرز. يعني السويتش شو بيستخدم؟ الداتا لينك والفيزيكال لايرز. بس اروح على الراوتر، لا الراوتر بيستخدم ثلاثه لاير، ثري لايرز. شو هن؟ بيستخدم النتورك وبيستخدم اللينك والفيزيكال. يعني البيانات بعثت 10 مره بالسويتش اذا كنت شابك على السويتش، والسويتش له تو لايرز اللي هو الداتا لينك والفيزيكال. بعدين رحت على الراوتر، والراوتر بيستخدم ثلاثه لاير، نتورك وداتا لينك وفيزيكالز. بعدين وين بيروح؟ للديستنيشنز. لاحظوا معي انا بس ابعت ببعث من ابلكيشن ترانسبورت نتورك، صح؟ تمام. الان بس يوصل للراوتر ودي صار للديستنيشن، ديستنيشن شو لازم يصل؟ مش لازم يكون فاتح انترنت حتى تصل المسج، تمام؟ فيعني ايش؟ لازم يكون عنده شابك فيزيكال داتا لينك. يعني شو شابك؟ فاتح انترنت ويرلس، بطلع عكسي، هذا بسموه بي دي دي ماك دي مالتيبلكس. فانه اكون انا شابك ويرلس نفترض او ايثرنت، بعدين نتورك هذا الاي بي تاعك، يا شو الترانسبورت تشتغل فيه، كان بعث لي تسبي ابلكيشن فبتطلع المسج عندي. لاحظ معي كيف هاي الام كيف تمشي المسج؟ كانت راحت على ابلكيشن، صح؟ نزلت لا ترانسبورت. الترانسبورت بسميها بسيجمنت، راح نتعمق فيها بعدين. بعدين راح للنتورك، والنتورك بسميها بداتا جرامز او بباكيت. بعدين رحنا على داتا لينكس، هاي سميتها فريم. بعدين تمام راحت على سويتش، هون راحت على الراوتر، شو كيف تمر بالراوتر لحتى تصل لوين؟ للديستنيشن. طيب انا ليش حكيت السويتش 2 لاير والراوتر 3 لاير؟ اولا انا نعرف انه بعض في معظم السويتشات بيستخدم 3 لاير مش 2 لاير، بس الغالبيه الموست كومنلي اللي هو بيكون 2 لايرز. احنا حكينا ذكروا انه حكينا الابلكيشن على بروتوكولات ترانسبورت تي سي بي ويو دي بي، النتورك اي بي، اللينك بتحدث عن ايش؟ قلنا داتا لينك، عن ماك ادرس ولا موجود وين ماك ادرس. قلت بالسويتش، السويتش بيهتم ماك ادرس والراوتر بالاي بي ادرس. فالسويتش وين بيجي السويتش؟ دائما السويتش داتا لينك شو تحتيه؟ باخذ تحتيه، فصار داتا لينك وفيزيكال. الراوتر مش حكيت نتورك اللي هو مهتم بالراوتينج وبالاي بي ادرس، تمام؟ فبالراوتينج وشو في تحتيه؟ لينك وفيزيكال، فحكيت ثلاثه لايرز. ناخذ بريك ان شاء الله ونرجع نكمل. الله يعطيك العافيه.